مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر اللي أمامكم. ضحية واحد الشفار اللي كنقولوا حنا بارد الكساف ورجل أمن، فكانت واحد السرقة غادا تكون هنا على مستوى شارع الجيش الملكي. هذا ضحية ديال الشفارة اللي حاولوا أنهم يسرقوا ليه الروسيطة ديالو واعتدوا عليه بالضرب على مستوى الوجه. شنو وقع بالضبط؟ عدوا تخوا خوريا في شاب حدا مسجد حسن ثاني شي رعية حقفت ليهم، ركبوا معايا لقيتو سكران. قلت لي خويا كيما غادي، قال لي غادي المحطة. قلت لي انا غادي بعين السبع وما عنديش حق نزيد نكون سكران. لا قال لي غادي انا صحة وهادي، قلت له ماشي مشكل انا غادي تيجي عين السبع. قال لكم صاحب المحكمة وحطنا معاهم غادي معايا. بداو كيتناقلوا معايا كيعايروا فيا. واحد قدام جبد عيطو بدا يشرب، بدا كيشرب عطى الله خلي اللور. بغيت نحبس فيهم بس غير لقى رجال الامن، ما لقيتش رجال الامن في الطريق. ملي اللي جيت نوقفهم غنولي نضارب معاهم، وهذاك اللور ما نعرفش يقدر يجبد عليا. وصلت للرومب ديال الجيش الملكي حتى كيبان لي راجل الامن، وقفت تمايا معاهم. هيا بغى ينزل هز لي التليفون الصغير وطلع لي التليفون الصغير. التليفون الصغير، التليفون الكبير بقى عندي في جيبي. وطلع عليكم شي ديال الصغ هزه هبط تبعتو. كنعيط للبوليس والبول كنغوت وانت كنتي حاضر. ومني وقفت ضربني في الكروشيات، الكروشي الاول على مستوى كان فوق الدم على مستوى على مستوى الفم، والثاني على مستوى شنو هادشي اللي في يدك الدم ديال اليدين فاش تعمرت فمي، وعلى مستوى الحنك. وشلقت فيه وشديتو حتى جا راجل الامن عاد شد دار ليه المينوط وشدو. دابا هو كتشوفو راه حاول يهرب بعد، حاول يشدو البوليسي. ملي شدو البوليسي خدم عنده البطاقه تاع الوطنيه، ولا حاول يدير الفرار وهرب. وتبعتو انا وعاود شديتو انا من عاود شديتو. الامن داروا لي دابا المينوط راه مشدود وكتسناو رجال الامن يجيو. انا غتجي غير السياره ديال باش السياره ديال رجال الامن باش يتم نقلو الاقرب مصلحه ديال رجال الامن باش يعني غير باش دير المحضر ديالك. ف اول حاجه هنا قبل ما تهز اي شخص هنا كتاكد، الا جينا نقولوا كتاكد ما يمكنش كلشي غتسال ما يمكنش هو تطلع معايا. انا كتحال محال ما ساتش البيبان حتى طلع. ملي طلع قال لي الوجه شميت فيه ريحه الشراب وريحه السيليكون. قلت له خويا راه ما عنديش حق باش نتكن قانون يمشي هز. قال لي قانون، قال لي ما قانون تهز الدنيا وتهز المريض. قلت له المريض نهزو، ولكن ما شرب كيشرب في هز راه طلع معايا عاد حل الساكاد والشكاره وحل وجبد عيطرو ديال الروج بدا كيشرب في الطاكسي. في الطاكسي عندي وما قدرت نقول والو لان معاه واحد اخر طويل راه هرب. هذاك اللي كان معاه راه هرب بنشدو هذا راه هرب. يعني ما نعرفش يقدر يجبد عليا موت، يقدر يجبد عليا كل شيء ممكن السلاح ما نعرفش شنو يجبد عليا. انا قلت فين ما غتبان لي رجال الامن واقفين غنوقف قدامهم وغيلقاو عندهم ساعه ما لقيت يلا غنوقف عند رجال الامن شارع الجيش الملكي في الرومبا ديال محكمه استئناف. بعد بيا حتى نزلوا طلع لي على السر وهرب معانا. نزلت تبعتو وقفت مع جري جيت قدامه وضربني بجوج كروشيات. ما ضربني بجوج كروشيات داروا الناس في الرومبا تحديت تلاحيت عليه شنقت عليه تحت انا وياه. بقيت انت محارب ما هنا بقيت محارب. عاد جاو الناس وجا البوليسي وشدو. وملي شدو البوليسي خدم عنده بطاقه تعريف وطنيه عاوتاني هرب. هرب تبعتو وشديتو انا واحد السيس. انت راك شتي كلشي صح؟ لا كلشي كاين، كلشي كاين، المهم كلشي كلشي ثابت خليك هكا. فاللي وقع مشاهدي قناه شوف تيفي، وانا كنت في عين المكان يعني الصدف والاقدار انه كله بالدماء وكان كيستنجد يعني بالناس. حتى جاو رجال الامن وتم القاء القبض عليه هنا بالقرب من محكمه استئناف بمدينه الدار البيضاء على مستوى شارع الجيش الملكي في حاله سكر. وكذلك محاوله سرقه المدخول اليومي ديال السائق ديال سياره الاجره. ما غاديش نقولوا بان السائق خاصو يتاكد يعني من كل شخص، لان ما يمكنش يوميا كتركب معاه واحد 200 ولا 150 شخص. ما يمكنش كل واحد غادي في عز النهار، ما يمكنش عز النهار ما يمكنش اي واحد وقف فيه اللي كتعرفوا واش دير ما يمكنش. اذا هذا الشيء اللي كاين مشاهدي قناه شوف تيفي، للاسف هذه الواقعه وقعت هنا بالقرب يعني من محكمه استئناف في هذا المكان بالضبط اللي امامكم. فالان يعني الموضوع للاسفاد في انتظار وصول سياره الامل باش ينقلوه لاقرب مصلحه من اجل كذلك وضع الشكايه. فهاد الامور حتى واحد ما غادي يتقبلها وحتى واحد ما غادي يبغيها، لان الاعتداء ربي حرمه على الجميع. فباش ضرب شخص ربما هو خدام على وليداتو، خدام على واحد الروسيطه، خدام انسان خارج خدام يعني باش يدخل واحد طرف الخبز حلالا طيب. وكاين الناس للاسف كيف قلت برد الكساف كيحاولوا انهم اللي لقاوه قدامهم مشفروه. دابا تقريبا هذا راه ماشي معاق،
ماشي معاق، يدير في الصحه ديالو، عنده امكانيه انه يمشي يخدم، عنده امكانيه انه يهز عائله ويهز راسو، ولكن هادشي كامل كتعيشو نتوما. كون عيشو عشتو معايا لقيت انا قلت ليه قالوا لي بختي نزلت كنت تسكر داك السب فيا وعاير فيا والاخر اللي وراه واحد خينا واحد خينا وراه زرا كيخلع راه ما وقع دابا المشكل انني كنت تصورت البيبان ولكن ملي وقفت كانت حبرتي انا مصورت وحاولت حليتهم وحلوا الباب ما ندواش معايا ما ندواش معايا تطلع تركب كي وقع حقا قالوا لي ركبت خاصك ديني واش ديك انا تسكران تعدي عليا انا وتكلف لا سكران ما تهزوش واش غنعرفوا سكران وركب من طريقه الكلام ديالو ملي ركب عرفتو سكران قلت له خويا راه ما يمكنش نديك انت سكران قال لي غديني صحك سير عند اي بوليسي صافي هي باش قلت لي انا غادي انا كنت كنقلب على البورتال ديال خارج الامن اذا انت بقيتي مسيس معايا يعني انت وصلت فهمت اذا المشكل بدا وزاد زاد الطين بالله ملي جات القرعه ديال الروج وبدا كيشرف الطوموبيل وجاب في هذا المدرب هذا واش نقدر ندوي معاه ونتشاجر معاه ونصيب شكون قال لي انا داك اللي وراه مش نق عليا ولا يدير لي ولا يفعل لي كلشي ممكن لان الاحتياط خاصك تاخذه فالحمد لله بهذا راك خدمت الذكاء ديالك الا ما حاولتش انك تعبز معاهم ولا دابا راه كيطلب السماحه كيقول لي الله يرحم بها الوالدين فالحمد لله بانه خدم العقل ديالو يعني وصلت امام رجال الامن وطالب طلب النجده ورجال الامن كانوا حاضرين تم فعل المكان تم القاء القبض عليه المينوت معمول ليه في اليد ديالو ففي انتظار وصول سياره رجال الامن من اجل نقله لاقرب مصلحه ديال الامن اللي كاين قريب هنايا دقائق وغادي يوصلوا ان شاء الله ف حداو راسكم انا كنتكلم على السائقين ديال سياره الاجره الشفاره كثروا ديال الكتاف كثروا فهذا راه كان مع الصديق ديالو الصديق ديالو راه هرب ولكن هذا غادي يجيب الصديق ديالو واحد غادي يجيب واحد لان ما يمكنش غادي تقوم بواحد السرقه غير بوحدك وحاول انه يهرب يعني من بعد حاول انه يهرب الحمد لله بعد رجال الامن اللي كانوا حاضرين في المكان وبعض الاخوان كذلك وحتى السائق اللي تاهو اللي كان على بال ف الله يعطيك الصحه المهم رجال الامن ما بداو كيوصلوا دابا كيطلب منه السماحة شكون دارو ليا دارو ليا شنو دارو ليا شنو اش كيقول لك دابا قالك ما ضربتكش وشنو ضربك ما عرفتش نزلت واحد من السماء وقال ضربني انت صحيح انت صحيح انت صحيح صحيح ابو السكيت معاك ليتيم كيدخل في خاطر كنت طالب على الخبز ما كنتيش طالب على الشراب اذا غادي نوصلوا لنهاية هاد المباشر وغادي نرجع معكم دابا لان سيرة الامن قربت توصل دابا غادي نرجع معكم خليكم معنا